الآن خلينا نطلع على أسئلة وأمثلة الكتاب. في عنا هذا المثال، مثال 8 صفحة 83، بيحكي لنا يجري الماء في خرطوم أفقي بسرعة، أعطاني سرعة، فإذا كان ضغط الماء في الخرطوم ومعطاني الضغط عند تقليل قطر الخرطوم، إذا قبل تقليل القطر كان في عندي سرعة وضغط أعطاني إياهم، فلسميه V1 سرعة، فرح أسمي هاي B1، وعند تقليل قطر الخرطوم هبط ضغط الماء ليصبح، إذا أنا هون في عندي B2. احسب ألف بده سرعة الماء، يعني بده يعني أحسب V. في عندنا قانونين في هذا الدرس، في عندي معادلة الاستمرارية وفي عندي معادلة برنولي، والتنين فيهم V، لكن معادلة الاستمرارية فيها مساحة وأنا ما عندي مساحة، فبالتالي خلينا نشوف معادلة برنولي. عندي كثافة الماء، في عندي الضغط الأول، في عندي الضغط الثاني، في عندي السرعة الأولى. الآن معادلة برنولي بتحكي لي الضغط الأول زائد الطاقة الحركية زائد طاقة الوضع، ما حسب لي إياها، ليش؟ لأنه حكى لي كلمة أفقي، إذا هو منطبق على الأرض، موجود على الأرض هذا الخرطوم، فبالتالي الارتفاع يساوي صفر، إذا طاقة الوضع تساوي صفر. الضغط الأول زائد الطاقة الحركية يساوي الضغط الثاني زائد الطاقة الحركية. الضغط الأول أعطاني إياه، عوضه هون، نص الكثافة أعطاني إياها، V1 تربيع اللي هي السرعة الأولى هيها أعطاني إياها وعوضها، هذا الكلام يساوي الضغط الثاني أعطاني إياه نص الكثافة أعطاني إياها V2 تربيع اللي أنا بدي إياها. لا ننسى أنه إحنا نحط الجواب اللي رح يطلع معي تحت الجذر، لأني أنا بدي V ما بدي إياها تربيع، بطلع معه الجواب كالتالي. بالتوبة نسبة مساحة المقطع، هون إجينا بالمساحة، إذن أنا هون رح أرجع لمعادلة الاستمرارية. نسبة مساحة مقطع الجزء الضيق إلى مساحة المقطع الجزء الواسع، الجزء الضيق للجزء الواسع، الجزء الضيق اللي هو سميناه 2، لما ضيقنا أعطيناه 2، فبالتالي A2 للجزء الواسع اللي هو عبارة عن رقم 1، فرح أحكي A1، يعني بده A2 على A1. من معادلة الاستمرارية نبدأ فيها لأنه هي فيها المساحة، كتب لي معادلة الاستمرارية، أنا بدي A2 على A1، فبالتالي رح أقسم هاي على A1 لأنه أنا بدي هاي الصيغة تكون على A1، بالتالي هون أيضا رح أقسم على A1، بدي A2 على A1 لحالها، أيضا رح أقسم على V2 وأقسم على V2، رح يطلع معي هاي الصيغة اللي هون بهذا الشكل. الآن بعوض A2 على A1 اللي بدي إياها، V1 على V2، V1 أعطاني إياها، V2 أوجدتها من الفرع السابق، عوضتها وطلع معي الجواب بهذا الشكل. أيضاً لدينا مثال 9 صفحة 84 بيحكي لنا يتم تشغيل نظام تدفئة مركزية لتسخين المياه في منزل مكون من طابقين باستخدام مضخة في الطابق الأرضي تضخ الماء بسرعة مقدارها نص متر لكل ثانية خلال أنبوب، هذا الأنبوب نصف قطره 2 سنتيمتر. احنا حكينا لما يعطيني أنصاف أقطار معناه بيعطيك المساحة بطريقة غير مباشرة، يعني أنا ممكن مباشرة أروح هون عند نصف القطر وأروح أحسب مساحة إيه. المساحة هي عبارة عن مساحة دائرة، بما أنه أنا بتحدث عن أنابيب فهي عبارة عن باي آر تربيع. تحت ضغط أعطاني، إذن هو أعطاني سرعة وأعطاني مساحة وأعطاني ضغط للطابق الأرضي، والطابق الأرضي بالرسم موضح لي أنه أعطاه رقم 1، بالتالي إذن أنا عندي هون V1 وعندي هون A1 وعندي هون B1. إلى الطابق الثاني الذي يرتفع أعطاني H 6 متر على المضخة كما في الشكل ليتدفق الماء في أنبوب نصف قطره، أيضا كأنه هون أعطاني A2 بطريقة غير مباشرة باي R تربيع. قبل ما أبدأ بالحل لازم تتحقق من الوحد، أنا بلاحظ هون في عندي وحدة السنتيمتر ولازم تكون عندي الوحدة بالمتر، أيضا هون في عندي الوحدة بالسنتيمتر راح نحولها أيضا إلى متر. المطلوب الأول بحكي لي بده سرعة تدفق الماء في الأنبوب في الطابق الثاني، يعني بده هاي ال V اللي هون، يعني بده V2، V1 V2 لما يطلب مني سرعات أنا بستطيع أستخدم يا معادلة الاستمرارية فيها سرعات أو بستطيع أستخدم معادلة برنولي. إذا بدي أستخدم الاستمرارية بحتاج إلى مساحات، هل عندي مساحات؟ طبعا عندك مساحات بطريقة غير مباشرة، إذا أنا بستطيع أستخدم معادلة الاستمرارية. استخدم معادلة الاستمرارية ومطلوب مني V2، ودى كل الأشياء على الطرف الثاني، يعني قسم على A2 لحتى يخلي V2 على الطرف لحالها،
الآن عوض مكان A1 بده يوجدها by R1 تربيع ضرب V1 على A2 اللي هي by R2 تربيع. I مايل باي راحت، إذا استخدم هاي الطريقة لحتى يختصر، وممكن أنت مباشرة توجد المساحة كأرقام وتعوض كأرقام، أو ممكن تستخدم طريقته لحتى تختصر في الباي. ينتبه أنه عوض النصف القطر بعد التحويل إلى المتر، وما ننسى نربع ضرب V1 اللي هي عبارة عن نص متر لكل ثانية، وطلع معه الجواب بهذا الشكل. بابدو ضغط الماء في الأنبوب في الطابق الثاني، بما أنه بده ضغط فبالتالي إحنا هون راح نروح لبرنولي. في الطابق الثاني فبده B2، B1 زائد الطاقة الحركية هون نص في الكثافة V1 تربيع زائد طاقة الوضع عندي هون اللي هي راح تكون عندي H1 تساوي صفر، هذا الحد راح يروح، يساوي عندي B2 زائد الطاقة الحركية نص كثافة في V2 تربيع زائد طاقة الوضع الكثافة في التسارع في الارتفاع الثاني اللي هو عبارة عن 6 متر. الآن هو قام بالتعويض، B1 أعطاني إياها بالسؤال 3 في 10 قوة 5 زائد نص الكثافة 10 قوة 3 كيلوغرام ضرب السرعة الأولى اللي هي نص زائد هذا الحد كله صفر ما رح أطلع عليه، تساوي الضغط الثاني اللي أنا مطلوب مني أوجده زائد نص في الكثافة موجودة عندي في السرعة الثانية أوجدتها من الفرع السابق بعوضها زائد الكثافة التسارع 10 في الارتفاع اللي هو موجود عندي 6 متر. إذا كل المعطيات موجودة عندي، فقط دي أوجد أنا الضغط، أوجد الضغط الثاني طلع عنده بهذا المقدار. طبعاً عندنا هون بما أنه بده الضغط الثاني ودى كل الحدود للطرف الآخر، بعدين صار يطلع عندي عامل مشترك نص كثافة عامل مشترك V1 ناقص V2 تربيع، أيضاً هون طلع عندي عوامل مشتركة H1 ناقص H2، بعدين عوض أنه H1 تساوي صفر. إذا أنا بستطيع أعمل هيك، وبستطيع أعوض مباشرة وألغي طاقة الوضع لما يكون عندي الارتفاع يساوي صفر. شوف الطريقة اللي أسهل لك رياضياً بما أنك أنت فاهم فيزياء. الآن لدينا هذا التمرين باللون الأزرق، أنبوب تزويد نصف قطره، إذا أعطاني مساحة هون مباشرة، يرتفع عن سطح الأرض مسافة رأسية مقدارها 3 متر، أعطاني هون ارتفاع H، ومعدل تدفق السائل فيه يساوي 2 في 10 قوة سالب 3، أعطاني معدل تدفق حجمي يعني أعطاني AV. يتصل بأنبوب على سطح الأرض نصف قطره أعطاني مساحة، ضغط السائل فيه أعطاني الضغط، إذا علمت أن كثافة السائل إذن هون أعطاني رو للسائل الكثافة، فاحسب ما يلي. خلينا نعتبر أنه هاي عبارة عن A1 بالتالي هاي H1 تمام، فبالتالي هاي A1V1 هاي رح تكون A2 إذن هاي رح تكون B2. الآن أنا بستطيع أعرف من هون المساحة، هي عبارة عن باي آر 2 تربيع وتساوي 3 و 14 اللي هي عبارة عن مقدار باي أضربها في الآر تربيع. أنا عندي آر بالسنتي متر، بلازم أكون كاتبها بالمتر، فبالتالي رح أضربها بعشرة قوة سالب 2، 4 ضرب 10 قوة سالب 2، وهذا الكلام لازم يعطيك 5 ضرب 10 قوة سالب 3 متر مربع. هون إحنا حسبنا المساحة A1، نيجي على A2 ونحسبها أيضا مباشرة، رح تطلع معاك لما تحسبها بهذه الطريقة رح تطلع معاك 7.1 ضرب 10 قوة سالب 4 متر مربع. الآن المطلوب الأول بده سرعة السائل المتدفق من الأنبوب السفلي، هون المطلوب عندي السرعة الثانية V2. هل أستخدم معادلة الاستمرارية ولا معادلة برنولي؟ أنا عندي A وفي عندي V للأنبوب الأول، فبضل عندي مجهول V للأنبوب الثاني. إذن أنا رح أستخدم A1 في V1 تساوي A2 في V2. A1 في V1 هي معطيني إياها ومريحني حاسب لي إياها، لعبارة عن 2 في 10 قوة سالب 3 يساوي A2 اللي هي حسبناها هون 7.1 في 10 قوة سالب 4 ضرب V2. لازم تطلع عندك V2 في هذا الفرع، الإجابة تطلع عندي 2.8 متر لكل ثانية. الآن المطلوب الثاني بده ضغط السائل في أنبوب التزويد العلوي، يعني بده B2. مادام بده ضغط فأنا رح أستخدم بالتأكيد الآن معادلة برنولي لهذا الشكل من الأنابيب مرتفع من مكان
أو منخفض من مكان، مساحة مقطع من طرف تختلف عن مساحة المقطع الطرف الآخر. هذا الأنبوب على سطح الأرض إلو A2 إلو V2 إلو B2، وهون في عندي A1 في عندي V1 وفي عندي B1، وهاي ضغط السائل في أنبوب التزويد العلوي، أسفة، إذن هاي هي اللي بدي أنا أوجدها B1. أنا هون رح أطبق معادلة برنولي، لكن رح ألاحظ أني أنا بحاجة إلى V1. V1 بستطيع أوجدها من هون، أنا عندي معدل التدفق الحجمي، عندي A1 بستطيع أعرف V1، رح تطلع عنا V1 بس نوجدها رح تكون تساوي 0.4 متر لكل ثانية. ضغط في أنبوب التزويد العلوي رح يكون B1، رح يطلع معانا 2.47 في 10 قوة 3 باسكال. لدينا هذا المثال بحكي لنا ثقب صغير في خزان مياه كبير مفتوح من الأعلى. هي خزان المياه، معطيني ملاحظة أن خزان المياه مفتوح من الأعلى، إذا أنا ممكن أعتبره أنبوب مفتوح الطرفين، إذا ممكن أعتبر هذا عبارة عن أنبوب مثبت على قاعدة. هي عندي قاعدة محطوط عليها خزان المياه أو محطوط عليها أنبوب ضخم. إذا كان ارتفاع الثقب عن سطح الأرض، في عندي ثقب هون، هذا الارتفاع عن سطح الأرض 3 متر، إذا هاي الـ H ارتفاع هذا الثقب تساوي 3 متر، وارتفاع مستوى سطح الماء، هاي سطح الماء عن الثقب، هاي المسافة 7 متر. من هون أنا بستطيع أعرف H2 اللي هي عبارة عن 7 زائد 3، فحسب سرعة اندفاع الماء من الثقب. بده سرعة، ممكن أوجدها من خلال معادلة الاستمرارية أو معادلة برنولي. إذا بدي أتحدث عن معادلة الاستمرارية فأنا بحتاج إلى مساحات، وهو ما حكى لي أي شيء عن المساحات، إذن رح أروح لمعادلة برنولي. بدي أنتبه الآن لقيم، قيمة الضغط هون وقيمة الضغط هون. قيمة الضغط هون هي عبارة عن قيمة الضغط الجوي، أنا بأثر عليه هون ضغط جوي، فقيمة الضغط هون هي قيمة الضغط الجوي، بنرمز للضغط الجوي بهذا الشكل. وهذا الثقب أيضا مفتوح ومتعرض للضغط الجوي، فقيمة الضغط هون هي مساوية أيضا لقيمة الضغط الجوي. يعني بمعنى آخر أنا بستطيع أحكي إنه B2 تساوي B1، الضغط عند 2 هو نفسه الضغط عند 1 لأنهم مفتوحين إلى الهواء، بالتالي ممكن أعتبر الضغط عند كل منهما ضغط جوي. الآن بما أنه هذا الثقب قطره صغير جدا مقارنة مع قطر الخزان الكبير جدا، إذا أنا راح ألاحظ أنه سرعة الماء هون لما بده ينزل للأسفل راح تكون صغيرة جدا. يعني أنا هون في عندي V2 الأصل، صح؟ هاي V2 سرعة هبوط الماء أو سرعة حركة الماء، حركة الماء رح تكون قليلة جدا غير ملاحظة لأن الثقب فعليا صغير، فV2 رح تكون مالها تقريبا تساوي صفر، ممكن أعتبرها تساوي صفر، لكن V1 قيمة V1 لا تساوي صفر. إذا أنا في عندي ماء مندفع من هذا الثقب بهذا الشكل، إله سرعة V1 وإلها قيمة، وهاي القيمة هي اللي بدي أحسبها. الآن أنا بستطيع أعتبر إذا أنبوب مساحة سطحه واسعة، أنبوب مساحة سطحه قليلة أو ضيق. سرعة انخفاض الماء هون حتكون قليلة جدا، سرعة هون رح تكون كبيرة لأنه المساحة أيضا قلت. نبدأ بمعادلة برنولي، إنه الضغط B1 نبدأ من هذا الثقب زائد نص الطاقة الحركية عندي هون الكثافة في V1 تربيع زائد طاقة الوضع هون اللي هي عبارة عن الكثافة في التسارع في عندي هون H1 تساوي ضغط هون اللي هو عبارة عن B2 زائد طاقة الحركية هون اللي عبارة عن نص في الكثافة في السرعة V2 تربيع زائد طاقة الوضع هون اللي عبارة عن الكثافة في التسارع في H2. الآن B1 تساوي B2، أستطيع ألغيهم مع بعض بهذا الشكل. أيضا بعرف إنه V2 تساوي صفر، هاي صفر، فبالتالي أيضا هذا الحد راح يروح عندي، راح يضل معي كالتالي نص الكثافة في V1 تربيع زائد الكثافة في GH1 تساوي الكثافة FGH2. الآن أنا بستطيع أطلع الكثافة من هون عامل مشترك كثافة، فبالتالي رح يضل عندي نص V1 تربيع زائد GH1 تساوي الكثافة في GH2. بستطيع ألغي الآن الكثافة هون مع الكثافة هون. الآن أنا شو المطلوب مني؟ مطلوب مني V1، هذا هو المطلوب. عندي تسارع 10 أعوضه، H1 اللي هو عبارة عن 3 بستطيع أعوضها،
التسارع 10، H2 اللي هو عبارة عن 9، بستطيع إني أعوضها. الآن لو فكرت إني أخلي V1 على طرف لحالها وأنقل جميع الحدود للطرف الآخر، رح أوصل لهذا الشكل. رح يطلع معي هاي الصيغة تحت الجذر 2G H2 ناقص H1، هاي H2 ناقص H1 اللي هي هاي المسافة، ولو سميت هاي المسافة H، فبستطيع أستبدل هدول ب H، يعني رح تصير عندي الصيغة بهذا الشكل. رح تصير عندي V1 تساوي تحت الجذر 2G H. هل بذكرنا هذا القانون بشيء؟ نعم، بذكرنا هذا القانون بالمقذوفات. كان ندرس هاي الحالة أو معادلات الحركة الخاصة بالسقوط الحر، مرت معانا هذا الكلام في المقذوفات، كأنه في عندي ماء ينقذف من الخزان بهذا الشكل. كيف بدي أحسب السرعة الأفقية؟ بحسبها كنت من هذا القانون، وهاي بسموها نظرية تورشيلي، وبيعتبروها حالة خاصة من معادلة برنولي. ولو كملت الحل وعوضت الأرقام رح تطلع معك V1 تساوي 11.83 متر لكل ثانية. إذن هاي عبارة عن سرعة أفقية في المقذوفات. إذن بما إنه اعتبرتها مقذوفات، فأنا بستطيع أعتبر هاي المسافة هي عبارة عن R اللي هي المدى الأفقي، وأيضا بستطيع أحسبها من معادلات الحركة بما إنه أنا عندي الآن السرعة الأفقية وعندي الارتفاع العمودي Y. خلينا نشوف هذا المثال. يراد تصميم منزل بحيث يتحمل رياح الأعاصير، فإذا علمت أن سرعة الرياح القصوى في تلك المنطقة، معطيني سرعة الرياح، معطيني هون V، ومساحة سطح المنزل معطيني A إذن، وكثافة الهواء معطيني رو، فما مقدار أقل قوة إنه بده F يجب أن تتحملها دعامات السقف بحيث لا يتطاير السقف في الهواء عند هبوب الرياح؟ بما انه بده قوة، هل معادلة الاستمرارية فيها قوة؟ لا. هل معادلة برنولي فيها قوة؟ كمان لا. لكن معادلة برنولي فيها ضغط، وانا بعرف انه الضغط، درستنا سابقا قانون الضغط، هو عبارة عن القوة على المساحة. اذا انا بستطيع اروح اوجد الضغط من معادلة برنولي، بعدين اروح اوجد مين؟ القوة. لكن انا عندي ضغطين، عندي ضغط فوق السقف وعندي ضغط أسفل السقف. رح يكون في عندي ضغط فوق السقف لأنه في عندي حركة للرياح، وفي عندي ضغط داخل المنزل لأنه في عندي رياح ساكنة، لو اعتبرت أنه منزل مغلق. فبالتالي أنا هون في عندي B2 وفي عندي B1، فأنا رح أحسب الفرق بين الضغطين لما أستخدم هذا القانون. خلينا نعتبر B1 اللي هي الضغط داخل المنزل، وعطيتها مدام هيك رمز 1، فبالتالي B2 هي خارج المنزل. كل شيء خارج السقف أو خارج المنزل رح أعطيه رقم 2، بالتالي سرعة الرياح رح أعطيها V2. مساحة سطح المنزل هي نفسها بالداخل والخارج، فممكن أحكي لها A1 وممكن A2. كثافة الهواء اللي هي عبارة عن رو. الآن أنا بدي أحسب الضغط، من وين بدي أجيبه؟ وأجيبه من معادلة برنولي. عندي B1 بالداخل، في عندي V1 داخل المنزل، V1 تساوي رح أعتبرها 0، سرعة الرياح داخل المنزل ممكن أعتبر إنها تساوي 0، فبالتالي V1 تساوي 0، إذن هذا الحد راح يروح معي. الآن بخصوص الارتفاع، ارتفاع السقف بين أعلى السقف وبين أسفله، الفرق بالارتفاع رح أعتبر إنه ارتفاع H1 تساوي H2، يعني رح أعتبر سماكة السقف قليلة جدا ومش رح أدخلها بالعملية الحسابية. يعني لو أنا عندي هذا السقف بهذا الشكل، عندي هون B2 وفي عندي هون V2، V2 هي عبارة عن 88، B2 أنا ما بعرفها، هون عندي B1 وفي عندي V1، B1 اللي هي أنا ما بعرفها وV1 اللي هي تساوي 0. الفرق بين H1 وH2، لو اعتبرت انه هذا هو النقطة المرجعية، فH1 وH2 ما في فرق بينهم كثير سمك السقف، فبالتالي رح اعتبر انه H1 مساوية لH2، فبالتالي انا بستطيع اكتبها فقط H بما انهم متساويات. تمام، بما انهم متساويات انا بستطيع الان اشطب هذا الحد مع هذا الحد، اذا بقي عندي في هذا الطرف B1 يساوي B2 زائد نص الكثافة في V1 تربيع. الآن بدي الفرق بالضغط لحتى أوجد القوة، فرح أحكي B1 ناقص B2 تساوي نص كثافة V1 تربيع. أعوض نص الكثافة اللي هي 1.02
سأعطاني إياها ضرب السرعة الأولى اللي هي عبارة عن 88 تربيع. رح يطلع معي هذا الكلام يساوي 3984 باسكال، فرق الضغط بين أعلى وأسفله بهذا المقدار. الآن من هذا القانون لو جيت هون وخدت A على الطرف الآخر، فرح يصير عندي القوة تساوي مكان الضغط، أنا عندي B1 ناقص B2 أوجدتها هي مقدارها، ضرب المساحة، ويساوي 3984 ضرب المساحة 450، وهذا الكلام يساوي 1.79×10^6 نيوتن. أنا هيك أوجدت القوة. أكثر من هاي القوة رح يطير عندي السقف في الهواء. ممكن حد يجي يسألني ويحكي لي يا مس ليش استخدمنا معادلة برنولي، أنا ما في عندي أنبوب. فعليا أنا في عندي أنبوب، لكن هذا الأنبوب ماله أنبوب وهمي، صار عندي فرق في الضغط، يعني صار في عندي هون ضغط قليل وضغط كبير. حكينا المائع يتحرك من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض، يعني كأنه الهواء رح يتحرك بهذا الشكل، ارتفع، هذا سبب ارتفاع السقف للأعلى، لأنه الهواء المائع داخل المنزل، الهواء رح يتحرك من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض، فرح يتحرك بهذا الشكل، فرفع مع السقف. يعني لما تحرك عندي تيار هوائي بهذا الشكل كأنه تشكل لدي أنبوب وهمي، يعني كأني أنا بحسب الآن فرق الضغط من هون وفرق الضغط من هون، لهيك استخدمنا معادلة برنولي. الآن بقي لدي العنوان الفرعي في هذا الدرس، تطبيقات على معادلة برنولي. في عندي أهم 3 تطبيقات رح نشرحهم، إحنا شرحنا العديد من المشاهدات السابقة في حياتنا. أهم 3 تطبيقات رح نركز عليهم اللي هما أجنحة الطائرة والمرداد ومقياس فنتوري. نبدأ بأجنحة الطائرة. إحنا بنلاحظ الطائرة لما بتطير بتأثر عليها قوة عديدة. أول إشي في عندي قوة دفع المحركات للأمام، في عندي قوة مقاومة الهواء للخلف، في عندي قوة وزن الطائرة إلى الأسفل، وفي عندي قوة الرفع إلى الأعلى. هاي قوة الرفع إلى الأعلى كيف نشأت؟ عند أجنحة الطائرة راح نلاحظ في عندي الهواء راح ينحني بهذا الشكل، لأنه جناح الطائرة منحني من الأعلى، بما أنه خطوط الجريان تنحني بالتالي السرعة تزداد، بالتالي الضغط يقل. إذا الضغط أعلى الجناح قليل، الضغط أسفل الجناح أكبر، إذا رح تنشأ لدي فرق في الضغط. هذا فرق الضغط هو رح يؤدي إلى رفع الطائرة إلى الأعلى، وهاي بسميها قوة الرفع. فرق الضغط بين أسفل الجناح وأعلى الجناح أدى إلى وجود هذه القوة، قوة الرفع. كيف بتنشأ هاي القوة؟ المائع رح يتحرك من مكان الضغط الأعلى إلى مكان الضغط الأقل، مما يؤدي إلى رفع الطائرة إلى الأعلى، ولهيك تعتبر الطائرة تطبيق على معادلة برنولي. بدي الآن ألاحظ شيء، إنه إذا تساوت عندي قوة الوزن صارت مساوية لقوة الرفع، الآن صار عندي القوة العمودية في حالة اتزان، بقي لدي القوة الأفقية. في هاي الحالة رح تتحرك الطائرة أفقياً وتتحرك بسرعة ثابتة إذا كانت قوة دفع المحركات مساوية لقوة مقاومة الهواء. إذن أول تطبيق على معادلة برنولي أجنحة الطائرات. ثاني تطبيق على معادلة برنولي اللي هو المرداد، والمرداد اللي هو عبارة عن اسم عام، ممكن أحكي عن زجاجة العطر هي مرداد، ممكن أحكي عن مرش الطلاء مرداد، ممكن أحكي عن مرش المنظفات أيضا مرداد، أيضا عن مرش الموجود في السيارات، مازج السيارة الكربوريتر. شو هو مبدأ عمل المرداد؟ أنا بيكون في عندي العبوة اللي فيها السائل بهذا الشكل، في عندي السائل في هاي العبوة، هاي العبوة بتكون فيها أنبوب رفيع، وهاي العبوة بتكون مغلقة حول هذا الأنبوب الرفيع، لكن بيكون فيها غالبا هون ثقب صغير جدا. الآن هذا السائل يرتفع داخل هذا الأنبوب، كيف بدي أخلي هذا السائل يرتفع إلى داخل هذا الأنبوب؟ بإني أنا أعمل فرق في الضغط بين أعلى الأنبوب وأسفل الأنبوب. وين لازم يكون الضغط أعلى لحتى يرتفع السائل؟ بدي الضغط هون يكون أعلى، أسفل الأنبوب بدي يكون الضغط عالي، وهون بدي الضغط قليل. كيف أخلي الضغط هون قليل؟ بحكي لي حرك الهواء، حرك الهواء فوق الأنبوب بصير الضغط قليل. كيف أحرك الهواء فوق الأنبوب؟ أخلي الهواء يتحرك فوق الأنبوب، بيروح بركب لي زي مضخة بهذا الشكل، بروح بضغط على هذا المكبس بدفع الهواء، الهواء بمر من هاي الاسطوانة للاسطوانة الرفيعة،
تزداد سرعته وبطلع عندي هواء سريع من المحقان. إذا أنا بضغط على المكبس، الهواء بيطلع من هذا الطرف الرفيع من المحقان سرعته كبيرة، فبيتحرك الهواء عندي هون فوق هذا الأنبوب. ضغط فوق الأنبوب قليل، الضغط عند طرف الأنبوب السفلي كبير، المائع يتحرك من الضغط الأعلى إلى الضغط الأقل، فبالتالي المائع أو العطر أو المنظف رح يرتفع داخل الأنبوب يمتزج مع الهواء اللي بيتحرك، فبصير عندي رذاذ بيرتش في كل مكان في اتجاهات مختلفة، عشان هيك بنسميه مرذاذ. إذا سبب وجود الثقب إذن الضغط هون أصبح أكبر من الضغط هون، فيتحرك السائل من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض. أيضا من التطبيقات المهمة على معادلة برنولي مقياس فنتوري، وبنلاحظ مقياس فنتوري إنه يركب على أنابيب تنقل الماء أو تنقل الموائع. ليه بركبه؟ لحتى أقيس سرعة جريان المائع في الأنبوب. كيف بعرف سرعة جريان المائع في الأنبوب؟ عن طريق قياس فرق الضغط. مقياس فنتوري بيفرجيني فرق الضغط في الأنابيب. أنا إذا عرفت فرق الضغط، في علاقة تربط بين الضغط والسرعة، بالتالي أنا بستطيع أحسب السرعة. إذا عرفت فرق الضغط، الآن أنا بستطيع أحسب السرعة. كيف يعني؟ يعني مثلا أنا في عندي هذا الأنبوب مساحة مقطعه متغيرة، بالتالي أنا هون في عندي A1، في عندي V1، في عندي B1، هون في عندي A2، في عندي V2، في عندي B2. الفرق بين الضغط هون والضغط هون، بستطيع أحسب السرعة، سرعة المائع، سرعة دخوله. لو بدي أحسب V1 بحسبها من خلال هاي المعادلة. مقياس فنتوري رح يعطيني فرق الضغط، لما يعطيني فرق الضغط أنا بروح بعوض في هاي العلاقة وبحسب السرعة. إذن أهمية مقياس فنتوري إنه رح يعطيني فرق الضغط، ومن خلال فرق الضغط أنا بروح أحسب السرعة من خلال هذه العلاقة. كيف مقياس فنتوري بيعطيني فرق الضغط؟ الحقيقة إن مقياس فنتوري بيكون على شكلين، وهدول الشكلين موضحين عندكم في الكتاب صفحة 86. نطلع على مقياس فنتوري بالشكل الأول. نلاحظ إنه أنا في عندي هون أنبوب مختلف المساحة، هذا الأنبوب الرفيع المتدلي منه للأسفل هو مقياس فنتوري، بيكون موجود فيه كمية من السائل. الآن المائع يتحرك في هذا الأنبوب، الطرف العريض صار عندي هون ضغط مرتفع وعندي هون ضغط منخفض. ليه؟ لأنه هون السرعة أقل بالتالي الضغط مرتفع، هون السرعة كبيرة بالتالي الضغط منخفض. إحنا حكينا المائع يتحرك من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض، فالسائل اللي في الأنبوب أو في مقياس فنتوري رح يتوجه من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض، فرح يرتفع بهذا الشكل، فبصير في عندي فرق في طول المائع من هذا الطرف وهذا الطرف. هذا الفرق هو الآن أنا بحسب هذا الفرق، بطلع عندي الفرق في الضغط وبروح بعوضه في هذا القانون، وبستطيع الآن أحسب سرعة هذا المائع. أيضا مقياس فنتوري ممكن يكون عندي بهذا الشكل، أنا بستطيع أحسب الضغط بين المنطقة المرتفعة وهاي المنطقة المنخفضة، بستطيع أحسب فرق الضغط. لما أحسب فرق الضغط بين هدول النقطتين أو بين هدول المقياسين أو الميزانين، بروح وبحسب السرعة من خلال هذا القانون. وجود هذا المقياس مهم، تركيبه على الأنابيب خصوصا في مضخات المياه ومحطات المياه، في أنابيب النفط، في أنابيب نقل الغاز. إذن هذه هي أهم المعلومات في درس الموائع المتحركة، بتمنى يكون هيك الدرس مفهوم بالنسبة لكم. ورح نستعرض الآن أسئلة مراجعة الدرس وأسئلة مراجعة الوحدة. لا تنسوا تضغطوا لايك وسبسكرايب وتخبروا أصدقائكم عن قناة علم بالقلم، وانتظرونا في الدرس القادم.